مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة. عايز أقول بس لحضراتكم في الأول كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يا رب كل اللي نفسه في حاجة في الأيام المفترجة دي تتحقق بإذن الله. والحقيقة يعني أنا بحس أنه العيد دايما كده مهما كبرنا بتفضل فرحته هي، بالرغم أن احنا بنعيش ظروف استثنائية السنة دي. للأسف مفيش صلاة عيد، مفيش يعني زي الأول، ربنا يا رب يرفع عنا البلاء ونعيش أيام حلوة بقى وترجع الحياة طبيعتها. كل سنة وأنت طيب يا أحمد. كل سنة وأنت طيبة سارة، مفتقدين اللمة، وكل سنة طبعا وحضراتكم طيبين مفتقدين اللمة بشكل كبير جدا. لكن يمكن حجاج بيت الله الحرام الحقيقة يمكن تكون أكثر الناس سعادة الحقيقة. يمكن المناسك السنة دي مختلفة غير الحقيقة، يمكن يكون أزمة كورونا جت بالإيجاب على حجاج بيت الله الحرام، والحقيقة يمكن نحس أكتر بروحانية، نحس أكتر باستمتاع ربنا يكتبها لينا ولحضراتكم. كل سنة وانتم طيبين، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة زي ما قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال كمان أنه خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي، أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل الأمة العربية والإسلامية بألف خير. ادعوا لنفسكم وادعوا لأهلكم وادعوا لأحبابكم وأصحابكم وادعوا لبلدكم، وما تنسوش كمان تدعوا لناديكم، ولو فضل عندكم وقت تدعوا لي أنا وسارة وبرنامج السادسة. كل سنة وانتم طيبين. هيا سارة، يمكن قبل ما نبتدي حلقة النهاردة من السادسة، وإن شاء الله حلقة تكون مميزة وحلقة نهاية الأسبوع تكون ليها طابع خاص كده، عايز